نهار السبت ماضي ساعتين، لكن زويتن في أشغال لصيانة العشب حاليا، وهذا ما خلى هيئة شبيبة العمران تطالب بلعب المباراة في ملعب العمران مع سماح للجمهور بالحضور وراء السياج، كيف ما كان الأمر مع جمهور الأولمبي الباجي في الجولة السادسة مع الأفريقي بملعب مجاز الباب. على كل باش ناخذ أكثر تفاصيل ونعرفوا وين وصلت الأمور. معنا في المباشر المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش، مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك كابتن، بارك الله فيك، شكرا. إذن عبد السلام، التعيين الأول لمكتب الرابطة كان فيه ملعب زويتن، ثم بعد سمعنا لملعب زويتن فيه صيانة للعشب، يعني لحد هذا مش السبت هذا مش ممكن أنه يقع استغلاله. وين صحيح وصلت الأمور؟ المباراة وين مش تتلعب بالضبط؟ صحيح، معناها كيف ما بلغنا الناس الكل اللي كونوا ملعب معناها شادي زويتن الأرضية متاعه ما تلعبش، معناها ثم بذور معناها باش يزرعوها، تقبلنا معناها كيف الناس الكل الأمر. بقى احنا البارح معناها راسلنا سيد الوالي، قلنا له معناها بكل لطف باش تكون الامور معناها متساويه بين الناس الكل، كيف ما لعبت وانت ذكرت الاولمبي الباجي لعب في مجاز الباب، حتى احنا قلنا له معناها علاش ليه باش نلعبوا في معناها في الملعب نتاعنا اللي انا ملعب الطيب بن عمار اللي هو كي يجيو معناها نحسبه يكون افضل من الملعب معناها مجاز الباب في معناها في الارضيه نتاعو في كل شيء ينجم يلعب وتكون كيكا خير. وطلبنا زادة كيف اللي كونوا كيف الأولمبي الباجي معناها فئة من الجماهير معناها من وراء السياج، وإحنا ناس كل تعرف معناها جماهير شبيبة العمران ما عندناش حتى توبيخ، ما عندنا حتى عقاب لمدة توا عندنا 4 سنوات، معناها نلعبوا الكرة متقبلين سوى الربح ولا الخسارة، معناها نعطيهم مثال ولا هذه هي معناها وين الرسم تاعنا نستناه ان شاء الله. في صورة انه مثلا وقع رفض ملعب العمران للعب المباراة هذه، البلان بي وين باش يكون؟ ما فماش علاش، احنا نحبوا معناها في العمران، احنا متمسكين تو بملعب شبيبة العمران اللي هو الملعب نتاعنا، خاطر تعرف معناها ثلاثة نكوت يهمونا برشا امام جماهيرنا، حتى اشكال زاد كيف تو في المنطقة وكذا بين الناس، قال لك معناها باش تكون معناها الدنيا متساوية يلزم يعطيونا، خاطر ما حتى على امور امنيه ما عندناش مشكل معناها مع الناس، احنا حس مع الناس معناها الجو يتعدى ممتاز، من الافضل ان شاء الله معناها وبكل لطف يعطيونا ملعب العمران، خاطر ما فهمناش علاش فهمت، ونستناو معناها في القرار، نستناو كيف الناس الكل. اذا كان القرار كان بالرفض يعني انتم اكيد راهو في مخكم تو انه فما ملعب بديل ينجم يحتضن المباراه هكا ولا ايه؟ صحيح، معناها احنا نستناو ان شاء الله نستناو باش ينجم يكون في باردو ولا في اريانا، خاصه ان المباراه باش تكون متلفزه اريانا نجمو فهمت، ما احنا عطينا الطيب بن عمار تاعنا الملعب تاعنا، خاطر ما فهمش علاش، خاطر كيف وكيف ملعب اريانا نتصور بالضبط فهمت ولا فهمت ليش نحبوا احنا ان شاء الله ربي يسهل وكهو فهمت، نستناو قراراته كهو. واضح، شكرا لك عبد السلام بوحوش، اكيد احنا في الانتظار كيف ما قلنا انه المباراه اذا كان ما تلعبتش في ملعب العمران ممكن تكون في ملعب اريانا لانه ملعب زويتن فيه اشغال. نذكر بالبرنامج الكامل بالنسبه للجوله السابعه نهار السبت 2 نوفمبر، مبدئيا ماضي ساعتين مباراه شبيبه العمران مستقبل سليمان ننتظر الملعب باش تلعب فيه، ثم ماضي ساعتين ونص مستقبل جابس مع نجم المتلاوي، اتحاد بن قردان مع الملعب التونسي، والاربع ونص النادي الافريقي مع الاتحاد المنستيري في رادس. نهار الاحد بقيه الجوله كل المباريات ماضي ساعتين ونص، النجم الساحلي مع الترجي، النادي الصفاقسي الاولمبي الباجي، قوافل القفصه مع اتحاد تطاوين، والترجي الجرجيسي مع النادي البنزرتي. الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية بين السبت والأحد، إذا نهار السبت في المجموعة الأولى مستقبل مرسى جندوب الرياضية دون حضور جمهور، مستقبل وادي الليل سبورتينغ المكنين، هلال مساكن مع النادي القربي، القلعة الرياضية جمعية أريانا، ثم في المجموعة الثانية هلال الشابة سكك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة مع النسر الرياضي بجلمة، كوكب عقارب مع أمل جربة، ثم نهار الأحد بقية الجولة في المجموعة الأولى جمعية مقرين مع أمل حمام سوسة، نادي حمام لانف مع النجم الرادسي، مكرم المهدية مع الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، في المجموعة الثانية شبيبة القيروان مع الملعب الجابسي، مستقبل القصرين تقدم ساقيت الدائر أولمبيك سيدي بوزيد مع هلال الرديف، وأمل الرقبة مع بعض وحجلة. اليوم مع 6:30 في ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء بليبيا تتلعب مباراة ودية احتفالية بمناسبة إعادة افتتاح الملعب، وباش تجمع بين النادي الأخضر الليبي والنادي الصفاقسي اللي خصص له الفريق الليبي طائرة خاصة تحول بها سي اس اس اليوم الصباح، وكان استقبال رائع من طرف الليبيين لزملاء أيمن دحمان.
مباراة المنتخب التونسي في الجولة الخامسة من تصفيات كان المغرب 2026 واللي بيجتمع نهار 14 نوفمبر بمنتخب مدغشقر في جنوب أفريقيا، وبعد ما كانت مبرمجة في ملعب جوهانسبورغ تم تحويلها إلى مدينة بريتوريا اللي تبعد حوالي 60 كيلومتر على جوهانسبورغ. وسفر وفد المنتخب التونسي تم برمجته في رحلة خاصة نهار 12 نوفمبر القادم. طاقم تحكيم تونسي باش يسافر مباراة الكوت ديفوار تشاد في الجولة السادسة من تصفيات الكان، مباراة تتلعب 19 نوفمبر في أبيجان، والحكم الرئيسي باش يكون صادق السلمي بمساعدة خليل الحساني وائل الحناشي والحكم الرابع محرز الملكي. كرة السلة البطولة المحترفة اليوم تتلعب الجولة الأولى إياب مع الستة كل المباريات في قاعة بن عمار نجم حلق الواد مع النادي الإفريقي، في قاعة مزالي الاتحاد المنستيري مع شبيبة المنازة، في قاعة جرومبيليا الديالي الرياضية مع النجم الساحلي، في قاعة خواجة نادي كرة السلة بالمهدية مع شبيبة القيروان، وفي قاعة بوهيمة النجم الرادسي مع اتحاد الأنصار. الترتيب بعد نهاية مرحلة الذهاب، نذكر النادي الإفريقي متصدر ب 17 نقطة، مرتبة ثانية بين القيروان النجم الساحلي والاتحاد المنستيري 16 نقطة، مرتبة خامسة للدالية ونجم حلق الواد 13 نقطة، مرتبة سابعة اتحاد الأنصار 12 نقطة، مرتبة ثامنة المنازة هو المهدي 11 نقطة، مرتبة 10 لرادس 10 نقاط. اليوم في البحرين افتتاح الدورة 23 للبطولة العربية للأمم في الكرة الطائرة، المنتخب التونسي اللي كان سافر البارح في اتجاه البحرين موجود في المجموعة الأولى ويلعب نهار الجمعة ماضي ساعتين مع المنتخب العماني، ثم نهار الأحد ماضي ساعتين أيضا مع المنتخب العراقي، ويكمل الدورة الأول نهار 3-5 نوفمبر مع البلد المنظم البحرين. وقبل البداية نسمع رئيس البعثة والعضو الجامعي منعم بن علي يتحدث على التحضيرات وانتظاراتنا من البطولة. واحنا في حاجه المشاركه ساعة مع لا نوفيل جينيراسيون لليكيب ناسيونال، واحنا اول ما خذينا المكتب الجامعي ورينا في البرنامج تظاهر هذه البطوله العربيه، من غير ما خممنا قررنا باش الفريق الوطني يمشي يشارك في التظاهر هذه باش موا يشد الريتم نتاع دو كومبيتيسيون من توا، تحضيرا لل 2025 لبطوله العالم و 2026 للبطوله الافريقيه. تبارك الله الولاد تبعناهم سيف كامل رغم اللي التحضيرات طولت شويه، هي الحقيقه خدموا جابوا مع عندهم زيتي تري موتيفي، جوهم الحقيقه باهي، جمعيه تعمل الكيف، دونك ما تبقى توا كان مسؤوليتهم فوق التيران ان شاء الله يكونوا على حسن الظن. ديما المقابله الاولى في اي دوره تكون صعيبه، مقابله رسميه في اول الدوره ديما تكون صعيبه، ولكن الاطار الفني واللاعبين ان شاء الله افيك فيزيوناج عندنا عليهم فكره نتبعوا الفريق ان شاء الله نكونوا حاضرين نهار عمان وان شاء الله نقوموا بنتيجه كبيره. سيفري النتيجه الاولى ديما تحلك الباب للاخر للتورنوا، وان شاء الله المقابلة الأولى المقابلة الأخرى ما نهزمه حتى في مقابلة وإن شاء الله ننتصره. وهذا المدرب المساعد حسني القرموصلي أكد جاهزية العناصر الوطنية. احنا حاضرين، حضرنا تبارك الله، معنا تخدمنا على رواحنا تقريبا شهرين ونص واحنا نحضروا ونترانيو، دونك من بعد الكومبيتيسيون رايحه حاجه اخرى، معناتها احنا ما نجموش نقولوا ملي مسافرين نقول لك اي ماشي مش نجيبوا اللقب، لا لا ماشي مش نحاولوا نجيبوا اللقب، ندافعوا على حظوظنا وان شاء الله معناتها علاش لا نروحوا به، معناتها احنا المنتخب نتاعنا ديما نمشيو نلعبوا على الالقاب، ماناش باش نمشيو نلعبوا لا على المشاركه ولا على البوديوم. معناتها في البطولة الإيطالية اليوم الجولة العاشرة 6:30 سيمبولي مع إنتر، فينيزيا أمام أودينيزي، ثم 9:15 أتلانتا مع مونزا، وجوفانتس مع بارما. ونكمل بكأس ألمانيا اليوم الدورة الثانية أهم اللقاءات الستة، إنتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، و9:15 مباراة ماينز 05 مع بايرن ميونخ. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة، أجمل تحيات شهير الكافي في الأمان.